أنجزت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية إحدى تشكيلات وزارة الكهرباء 3 مشاريع كانت متوقفة نتيجة تلكع الشركات المنفذة. وذكر بيان لخلية الإعلام الحكومي أن ملاكات الوزارة الهندسية والفنية تمكنت من إنجاز العمل في خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط العالي خور زبير بترو ونصب محطة تحويلية متنقلة في قضاء شط العرب وإدخال محولة جديدة في محطة مركز البصرة التحويلية. وأشار إلى أن هناك 5 مشاريع أخرى تخص قطاع النقل في محافظة البصرة باشرت ملاكات الوزارة بتنفيذها كانت متوقفة قبل زيارة الوفد إلى البصرة.